صحباتي الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الفنات الكبيدات اش كتعاودي؟ كلشي بخير، كلشي مزيان؟ انتيا كي لاباس؟ قولي لي في الكومونتير اختي واش لاباس ولا ماشي لاباس. نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وتكونوا فنات ومرتاحين وغزالات. ما تنساوش الى عجبكم لا فيديو ديال اختكم رجوه تخليو ليا بزاف ديال لي لايك 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 وتخليو لي قليبات دي كومونتير، كيعجبني الحال بزاف بزاف بزاف. وصافي دابا كنا جالسين نستهدو داكشي، ما غنمشيوش للبحر لان الويكاند دريم كتشوف فيا الكبيده ديالي ماما ياكو. غادي نمشيو للواد اختي، تيعجبني فيه ما يدار الكبال، مشي هي الكبال، مشي هي الكخيب. ما نقولش لكم غناكل كاع داكشي اللي في الواد. غادي ندي معايا ريم ياكو. قلت لكم هكذا ديالي، غادي نديو الكراسه وداكشي ونقصو شي كليسه زوينه وغادي ندوز عليكم. قلت لكم البنات، تلاقيت واحد البنت تقول لي راجلي تيقول لكم مسطيه، زعما تيقول زعما تنكون جالسه بحال تنتعاود معاكم. بصح انا تنبقى نهضر كتقولوا لي شنو كتزربي في الهضره اختي، هادشي اللي طلع. ما كنتش هكا واقيله، ما كنتش هكا حيت وليت كنصور، ما كنتش هكا. المهم كليت الكبال ودابا اختي غناكل الشيبس يا صافي. كيما قلت لكم تجيو للواد تبقاو تاكلو تاكلو تاكلو، اللي دايره الريجيم بلا ما تجي، تجي شبعانه تضربك الريحه. صافي خاصك تدوقي من كل شيء. شهيكم تاني كيعجبني الذوق قدامي. شكرا. واه ديال الدار ماشي في الفريغو ولا شي حاجة. شفت معايا قرعة الما باردة، لأنه واخا تشري قرعة الما هنا سخونة. واحد جوج، عندي الدراهم أو شحال بنينة، ثلاثة كيدير تا الفريت بلا صوص ني جات عندك شي واه. تنخلي العشراوات البنات تنعطيهم من صور تيحتاجو مسكين في الطوبيس. ها انتم هاك اخويا هانتوما، ها هو الدري هنايا مسكين صايب داكشي نقي والله. ايوا اختي جات تاكلوا بطاطا. البنات شوفوا الفريت عند هذاك الدري اللي قلت لكم، راه ما يمكنش مايو بحال عرفتي. شوفوا عنده المذاق ديال اجو تاكلوه في الواد، تنديروا اختي اشهاط ما عرفني انا اي واحد عرفتي. البنات مايونيز بحال ديال مهدي، والفريت في ذاك البنه ديال مهدي كتحسوا بالبطاطا نقي بالزيت نقي. راه لقينا انا هو الواحد اللي كيدير، تلقاو عنده كروسه فهادوك لي شيبس والبطاطا عرفتهم وسخونة. شوفو كي دايرة رائعة البنات، عرفتو الفريت عندو عاوتاني خديتو خدينا شحال ثلاثة ديال لي كورني. ميمكنش شوفو الناس ديال قنيطرة غيعرفو البنة ديال مهدية ياك زينة. الفريت ديال مهدية في واحد البنة ميمكنش، راه هو اللي عند الدري. دابا مبقيناش كنلقاو، رائع وسخون. اول يعرف لينا كلينا كلشي ياكو. ودابا اختي جينا ناكلو كريب عند داك الدري سميتو بيلا. بيلات كاين في الواد تبارك الله، عنده الكريب واعر 15 درهم وصافي. حنا كنشدو نغول اللي كيعطي الوراء تيجبو نفسي هكايا الدراري ولا البنات كيديرو مشاريع ما يسهل عليهم. شوف ساعة شي نهار تلقاوني في الواد دايره شي مشروع بحال والو ديال الماكلة، حيت الماكلة كلشي تيبغيها عرفتو. عنده واعر نيوتيلا كيت كات اوريو اللي بغيت. شوفوا راه كاين تيدير فيه دوك اش كيقولوا ليه سويتيز وتيدير فيه صوص شوكولا وسكر كراس، وكان انا كنبغي بنوتيلا وعاد كيبقى يدير بوينو وكلشي. ما تيتحدث ليا البنات هذا نهار واحد اخر غتموت غير بالضحك. البارح مشينا بقيت كنقول اختي
احنا راه ما جيناش نتمنضروا، راه ما تمنضرناش، بقينا غير تناكلوا قصامن بالله تلقينا 11. اختي تفورت علينا خلصتينا كلشي، قالت لنا اليوم راه خارجه على حسابي، راه ما يمكنش البنات وحق الله، راه شفتوا شنو كلينا، بقينا كل المغاربه يا اختي حنايا اش نقول لكم، تنموتوا على كرشنا. واش الناس يمشيو يتمنضروا، حنا بقينا كل ما جينا نتمنضروا تلقينا 11 وصافي. كنت ديري هادشي اللي كاين، المهم دوشت درت لي واحد الدويشه ما نقولش لكم البنات، درت الزيت ديال البياض اللي كنهضر لكم عليه ديما، ديجا غتكونوا شفتوا ستوريات. شوفوا يا البنات عرفتوا قطعت شعري، وفاش قطعته وليت نحس براسي اختي خفيفه، وليت نحس براسي صغيره. شوفوا تنخليه ينشف غير في الواك، والله الا تيبقى زوين شفتوا، تيبقى قوي وكلشي. غادي نوريكم اشنو خديت من عند جيراننا قدامي البنات، واحد الكراج كيجي واحد السيد من برا وكيجيب هكايا داكشي هكايا ديال الجوطيه وهذا، والله الا خدينا شحال من حاجه تبردينا لبابا وكرطب واحد الناس قدامي الله يعمر لهم الدار ظريفين، لا هو لا مرتو. وخديت البنات هاد العيبه هذه البنات والله الا داير شي 27 اورو. المهم كنت ديري بوتشي بوبس، هذه البنات غزال. انا شنو قلت غادي ندير فيه، انا عندي سكن كبار، عندي كرطب كبير، عندي سكن كبير، مع المرات كنمشي شي حاجه هكايا غير خفيفه تنحتاج هكا صويك صغير تنتمغادا بالكرطب قدو قداش. هذا ديري فيه لي كوش بيبغون، وفي واحد الطبيعه هنا ما بغاش تحيد، غنشوف نحاول انني ندير ليها الو ولا شي لعيبه، ولكن ما باينش هي حتي بالكم هنا في الفيديو ما باينش نهائيا مع الشبيكه. ها هو هذا يا البنات نورمالمون راه كيكون عند البنيات الصغار كيديروا فيه هكا كليب ولا مشيشه ديال اللعاب يعني نونوس، وكتحطي تيحطوها هنا زعما وتتحل ليه هاد اللعيبه هذا وتبقى يطل ليا، ماشي ديال الحيوانات غير ديال هكا نونوسات علاش يكون على شكل كليب ولا قطيط. كنت قلبت عليه وقلت لكم البنات، وانا قلت غادي ندير فيه الفن هكا، انا كنت غادي نشري هكايا جديد، ولكن اختي لقيتو في الغوز، راه ما يمكنش اختي اللي لقيتو ليا. وفي قليب كيحمق البنات نخشي فيها هكا البيبرون لي كوش، شي تبديله والله الا كيهز العجب المعجب وزويون هكا ونوتي. زعما رانا عندي بنيه نكون غادا عند اختي غادا هكا غير خريجه خفيفه غادا الكافيف او ما ندي سميتو ندي هذا هكايا وزوين حمقني هانتوما. وصافي كنت ديري هادشي اللي كاين دابا يا البنات، غنقول لكم اشنو كندير فاش كنخرج من الدوش. اول حاجه يا البنات ديودورون، اللي كتسول ني على شي ديودورون هكا، غادي نهضر لكم البنات على هاد ديودورون هادي دوف، فريمون كدوز بزاف. انا كنت كنجرب داك ديال الخيار والزرقاء الاوريجينال، ولكن البنات هادي انفيزيبل دراي، هادي البنات شويه ما كتطبش في الحوايج، زوين زوينه. وهذا اش كيقولوا له، وكتشد العرق وكدوز بزاف، راه ما يمكنش من امتى وهي عندي، راه ما عقلتش ديجا بارطاجيتها معكم. المهم من امتى وهي عندي الريحه ديالها فن فن فن، الريحه ديالها خفيفه ماشي مجهده بحال الاخرى ديال الخيار ولا هذا، شويه مجهده وكاين حتى هما تيعجبوني. ولكن البنات هذه راه غزاله غزاله، ها هي شتو سكرينيوها انفيزيبل دراي، هي هادي ها هي سكرينيوها فن فن. بالنسبه للبنات انا بعد ما عرفتش كندوز كنبغي هكايا تنبغي هكايا الجسم ديالي يكون فيه واحد البياض زوين بزاف، فكندهن هذه بيان سور ما كنخرجش بها الشمس، كنت كنخرج بها الشمس ولكن صراحه البنات راه مزياناش جو بونس خرجت كحل ولا شي حاجه. فهذا تديري كتبياضي ديك الساعه، يعني غير واحد الطبقه ديال البياض كتبياضي ديك الساعه، ها هو اوب انا نوريكم كيفاش. ولكن البنات هذه كتجي غير مع البشره البيضاء، اللي البشره ديالها سمراء كترجع لها بالزروقه، فهمتوا ها انتم ها ما غاديش تبان لكم مزيان، ترجع بالزروقه حيت ولا البشره حنطيه ولا شي حاجه كترجع بالزروقه، ما ننصحكمش به نهائيا شفتوا ياكم. وغادي نهضر لكم على واحد الواحد داير اختي البز، هاد مسك الطهاره معطر ومبيض، قال لك شنو كيبيض الله اعلم، زعما كيطيب كيبيض المناطق الحساسه ولا ديودورون، زعما تيبيض هنايا ما عليناش البنات. ريحتو واعره، فيه لا بودغ ولكن مخلطه فيه واحد الرويحه شويه معربنه بحال دوك الروايح ديال القرائي الكبار شحال هادي اللي غنهضر لكم عليه. هذا داير بوم تيقول لك واعر غزال، يلا طلع لي فيديو قبيله في التيك توك، غزال زوين ما يمكنش خاصكم تاخذوه اختي، ها هو بلا ما تاخذيه وتضيعي فيه فلوسك، تديري اليوم تيطير لك البارح قسما بالله البنات. لا ما بودغ اي ولكن دي مخلطه فيه واحد الرويحه معربنه، كون مصبك وكان فيه مصبك وكان غير بودغي بوحدو، واو عتكون كان بودغي بوحدو غتكون واعر مخلطه فيه واحد الريحه، ودير الامارات صنعي في الامارات ما عرفتش اوريجينال ولا لا، هذاك دخلت وقيله ب 25 درهم غير البنات تيطير، تديري اليوم تيطير البارح تنستعملو ولي تنستعملو معطير، تديري اليوم تيطير البارح هذا الا لقيتو ما تاخذوش. شكون اللي متفقه معايا تقولها لي في الكومونتير، لقيت واحد البنات اللي كومونتير في تيكتوك تيقولوا باللي خديتو وراه صدق حالته، فريمون البنات كديري اليوم تيطير البارح ما تبقاش الريحه زوينه، ما فهمتش ما كتبقاش الريحه زوينه، ها ما عرفتش تي طير حتى انك ديري هكايا فوق الحوايج ما تيبقاش
فيه ريحه زعيقه، واحد الريحه ياكو بالنسبه للبنات. ناري حبيبه بنتي كتبكي، قلت لكم كنت ديالي الا لقيتوه بلا ما تاختي بلاش بلاش. بالنسبه للبنات للصيف نعطيكم واحد لاسوس، حنا في الصيف ضروري كنعلقوا نعرقوا من هذه البلاصه تحت الصدر ديالنا. حاولي انك ديري شي طالك، هذه البنت ريحته كتحمق عرفت ومبغاش يتسالى من امتى واندي وار وار. عندك تشوفي في الغوز يصحاب لك ريحه الورد، حيت انا كنكره الريحه ديال الورد، ريحته كتسطي 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 ما يمكنش. هذا زوينه بزاف البنات، حاولوا انكم ديروه هنايا لان تتعرقي وداك الشيء تتحماضي بالعربيه التعرابيط. فمن الاحسن انك ديري شي طاك، تقدري ديري ديال لي بيبي تقدري، كان افضل حيت زعما تيقول زعما اقل ضررا. مي هذا يا البنات نديروها كي غير الوسط ولا التحت فريمون تيخلي ديك البلاصه ناشفه. غادي نهضر لكم البنات على هذا الايب، هذا اش ديودورون البارفان المهم سبراي، هذه البنات ديال ليارا. ها هو كتحمق الريحه ديالها كتحمق. وهي بنات ريحته فريمون فن ديار. دابا ناخذ الريحه ديالها الريحه هكا، ما ناخذ جودون. هذه بنات خديتو كنت بقى ندير به معطر ديال الجو، ها هو حتى هو البنات كديريه ما تيبقاش بزاف، واخا حتى فاش كترشي في حوايجك ما كيبقاش بزاف. نتوما اللي كتعرفوا شي معطر ديال الجو تيبقى في الدار، اللي يدخل عندك يشم ريحه واعره. كندير سانكرو كندير كلشي تيبقى، ولكن ماشي بحال حتى البارفان. بنات فاش كديري شي بارفان شحال كطير ما عرفتش، المهم انا ما كنشمهاش. واخا ندير بارفان اوريجينال شي حاجه ولكن تطير. نتوما قولوا لي الا كتعرفوا شي معطر يكون غزال ولا شي بخور ولا اي حاجه محتاجاكم محتاجاكم تقولوا لي. هذه البنات ريحته كتحمق وكلشي زوين ولكن كيطير، ما ننصحكمش تاخذوه تيطير حتى هو صراحه كيطير. ريحتها كتحمق ديارة وصافي كبدا ديالي. المهم انا بارطاجيت معكم داكشي اللي كندير البنات في الدوش. بعض المرات كندهن زعما مورا الدوش، بعض المرات كندهن كريم، بعض المرات كندهن زيت، كل مره شنو كندير. فدابا كبدا ديالي غادي نمشيو باش غادي نتغدى وغادي نوريكم الغداء ديالي اختي. وبيان سي اختي تلصقت على ماما. المهم راكم عارفين دابا ممكن اللحم الحبيب ديالي. شوفوا حطيت المرايه هنايا ياكو، وقلت زعما باش تبقى مقابله مع الضو، وفريمون مقابله يا اختي مع الضو، غير هي زعما جات ليا احسن، جات ليا احسن احسن احسن. وصافي هادشي كاين. دابا تنفكر واش نخلي شعري هكا يبوكلي ولا ندير ليه باتشا، والله ما عرفت. شوفوا الاضاءه شحال فنه حمقتني. دابا ان شاء الله يا اختي ناخذ شي تليفون تسودي عندي سينيماتيك باش نولي الا صورت على برا ما يبقاوش يقولوا لي صراحه ما تنصادفهاش. من احسن انا كمتشديش الناس صراحه. وصافي كبدا ديالي هادشي اللي كاين. فغنمشيو دابا نتغداو حيت جاني الجوع من حد بنيتي ناسه ردعتها وكلشي، ولكن في اي لحظه تقدر تفيق حقاش يعني ردعتي شويه ونسيت. وصافي هانتوما معاك ديالي. شوفوا هذيك جارتنا عطاتني هاد الايبا، دوماج انها ماشي باللونجلي ولكن ماشي مشكل. او 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 صبر انت كون البنات عطاتها ليا كادو مسكينه، قالت لي هادي كادو ديال بنتك الله يعطيها الخير. فغيمون البنات فنه هكا فاش تكبر تبدا هكا يتوقع بقات تخربق هكايا هكا يدير هكا. نبقى نقول لها وريني الحرف ديال الايكغيك اكس، دوماج انها وقعت بسبانيونيه جو بونس. ماشي مشكل ديك الساعه نبقى نقول لها تقول لي غير الحروف. فغيمون يا البنات فنه وقيله غزاله فيها اكس دبليو في. شوفوا انا قلت لكم فيها اكس دبليو في، فيها كاع الحروف فريمون، فيها كاع الحروف والله. لا اس اخ اف ال، فيها كاع الحروف جو بونس. عرفت فين اي ا بي؟ لا وقيلا مخربقينهم. المهم فنه يا البنات، دوماج انها باللونجلي. غنحاول انني نلقى لها شي وحده بحال هكايا، ناخذ دوك القصص اللي كيكونوا كيتخرشوا، ناخذ لها كاع هذاك الشيء زوين يعني قصص اللي هكا تنمي ولا الذكاء ديالها اللي هكا كتقيسهم تتلمس يعني داك الماده زعما تتلمس الحاجه. وفهمتوني يا البنات يعني ماشي غير تخربق، لا تكون حاجه تتلمسها تكتشفها. فهمتوا فنه يا البنات. حطيتها هنايا انتم، حطيتها هنا باش فنه زهنا نوريكم. هانتوما كبدات ديالي، شوف فين حطيتها. شفتو جات زوينه. واحد البنوته في انستغرام ولا ما عرفت في هذا ولا في تعليق ما عقلتش ديال يوتيوب، قالت لي رجوه قولي عفاك شنو التخليطه اللي دايره في هذه الايبه هذه. اول حاجه يا البنات انا انتوما اللي كنتو قلتوها لي، ما عرفتش كانت قالت لي شي بنت وقال لها برا ولا حاجه، قالت لي رجوه حيدي لها لانجيت وحيدي لها داك التخربق كامل وشدي غير قريعه هكايا ديال الماء وديري خلطيها مع المبارد، خلطيها مع شويه ديال الزيت، ديري نص الزيت بلدي وشويه ديال الماء وخلطيها. راه فريمون تتمسحي بها مع عمر بنتك غطيب. وداك الشيء اللي بديت كندير لها وحق الله البنات، ها هي البنات كنخلط مزيان بحال هكا فاش تنبغي نديرها. راكم عارفين يعني الماء كيتفرق على هذا، وكنشدها وكندارش لها هكا وكندهن لها. فريمون البنات هذه واحد لاسوس اللي زوينه كيتباعوا بحال هاد البرودوي فيهم زيت البلدي وداك الشيء. كنختي عندنا الزيت البلدي نشري بالثمن ومخلط لها برودوي شيميك لا والو، تخلطي مع الماء. وهذه البنات بيفاز هاد الايبال سبراي اللي كنت درتو وما صدقش فريمون صدق حالته. فشديتو خويتو هكاك
ودرت فيه هذه والله الا فن البنات خزافه او ما غسل لها ولا شي حاجه كندير لها هذا وبيان سور الا درت كاركول شي حاجه كنغسل لها كنغسل لها ولكن ما كنغسلهاش كل مره راكم عارفين يعني قوه الماء قوه الماء راكم عارفين فكنرش لها بهذا فريمون غزاله هذه واحد لاصوص اللي زوينه المهم يلاه نمشيو نتغداو بنات من مورا ما تغديت الحمد لله وشبعت غادي نطلع نشرب هاد الحويجات هادو ماشي حويجات المهم هادي هادو واش كيقولوا لها زربيات ياكل ديال بيتنات وتقيشرات بيضين البنات تندير لهم جافيل كنخليهم يترقدوا هكايا نهار يعني 24 ساعه ولا الغد كنديرهم هكايا في الماكينه وكندير عليهم التيل كنرقدهم جافيل ولا الو فريمون تخرجوا زوينين كديرهم اختي في الماكينه ديال الصابون يا بيان سور ما تيخرجوش بحال اليد ولكن اصلا تقاش البيضين فاش كيضبغوا راه صافي غير وديهم شحال مره والله تنبقى نديرهم جوج طابله نرميهم واحد تيع الصابون يا اختي تيزو السخدا كبيدات صافي اختي نشرت اختي التقيشرات ديالي تنكره نشرب التقاشر لانه فيهم بق 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 وفيهم بزاف نبقى ندير جوج جوج ندير اختي غنشر عشوائي يعني اختي تنكره نشر وصافي الفيديو ديالي غنحبس لكم الفيديو هنايا باش عاوتاني نصور لكم فيديو واحد اخر حتى تقول لي في الكومنتير تعطوني افكار ديال الفيديوهات اللي بغيتو ان شاء الله جاي غير الجديد فخليكم معايا اكتيفي الجرة اكتيفي الجرس الناس اللي ما متبعنيش في انستغرام اش كتسناي رجوع شانيل باي باي نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي